ثاني قطع على 9. اليوم بدا الشوط الثاني، يعني ربع ساعه الاول اللي هو مقسم 6 جولات على 6 مراحل ربع ساعه. وكما يعرف الكل انه بدايه الشوط الثاني ديما لازم تكون حاسمه، وحنا نظن منتخبنا لحد الان يعني المسيره نتاعو راهي بامتياز، حقق الاهم واليوم راح ياكد يعني نهائيا انه متاهل لنهائيات كاس افريقيا ان شاء الله اللي تجري بالمغرب. هذا مما راح يخلي الناخب الوطني يعني يعمل بكل راحه وارتياح، وزايد تحضير يعني بطريقه غير مباشره بالنسبه للجولتين اللي بقات للنهائيات، علما انه تواريخ الفيفا يعني ما تسمحش يكون المنتخبات والنواخب الوطنيه باش يحضروا يعني الفرق نتاعهم كما كان واحد الوقت. يعني الظروف اليوم اصبحت اصعب، والمنافسه هي الاداه الوحيده اللي تخليك يعني تقيم وتقدر مستواك مع الاخرين. يعني الزوج مباريات اللي بقات مع اثيوبيا والمالي راح تكون يعني اكثر كذلك الحفاظ على الصداره بالنسبه للمنتخبات الافريقيه بالنسبه للسلم الفيفا. بمعنى انه المنتخب الوطني على الورق الجميع يرشحه طبعا للفوز، لكن في كره القدم كل شيء ممكن، وعليه لا اعتقد ان الناخب الوطني وحتى اللاعبين قد يستسهلون المنافسه ويستصغرونه مهما كان، لان منتخب مالاوي لم يخرج هو اصلا من السباق بثلاث نقاط، ايضا يطمح لما لا للبقاء في السباق. نظن المنافسه ما ترحمش، والميدان يفرض عليك الاحترام عند يعني عند في ذهنيه المحترفين. نظن احنا فريقنا راهو منتخبنا راهو محترف، يضم لاعبين محترفين اللي متعودين وعندهم حواس من هذا الجهه هذه. ما نظنش انه تستصغر في كره القدم، ما عندكش حق باش تستصغر المنافس مهما كان حجمه، وال يعني التاويلات اللي قادره تكون قبل المباراه ما عندهاش حقها، والميدان هو الفصل. ونظن اليوم الحاجه اللي عندها ميزه خاصه بالنسبه للمباراه هذه انه المنافس لعبنا معاه يعني تقريبا عنده 96 ساعه، واليوم تلعب معاه بعد اربع ايام. نظن زيد اهم شيء بالنسبه للناخب هو استرجاع اللياقه اللاعبين بعد سفريه طويله. نظن هذا هو العامل الاهم، والجانب البسيكولوجي نظن احنا عندنا تفوق معنوي بالنسبه للمنافس هذا لانه فزنا عليه في المراوي، هذا مهم. حتى وكانت يعني في بعض من الاحيان يعني ما اديناش نقول انا مباراه كبيره خاصه في الشوط الثاني، واليوم نظن العوامل اللي كانت ما مشاتش من جهتنا كان الملعب كتعب لينا اللاعبين. اليوم نظن المنافس هو اللي راح يعاني كما عانينا احنا في المرحله الاولى، علما انه رانا رايحين نلعبوا على ميدان عشب اصطناعي طبيعي. هذا راح يخلي اللاعبين يعطيوا كل ما في وسعهم، وزاد الجانب البدني لو نديروا مقارنه في فوارق المفروض متباينه بين المنتخبين، انه اللاعبين اللي عندنا متعودين يلعبوا زوج مباريات ثلاث مباريات في الاسبوع، مما يخلي اليوم نسق اللعب. نظن الشيء اللي ما شفناش في الشوط الثاني، لانه شفنا الشوط الثاني ناس اللاعب تاع المنتخب تاعنا نزل شويه، وربما الضغط اللي كان تاع المنافس تحملناه. عموما يعني انا نظن الناخب الوطني دارك وعالم الاخطاء اللي كانت في المباراه الاولى. المنافس لعب كثير على محور الملعب، بحث كثير على عمق دفاعنا، بحث كثير على ظهر المدافعين تاعنا، والشيء الايجابي صراحه عبد الغني والكسب يعني والمكسب الكبير للمنتخب تاعنا هو امبولحي. هل تتوقع كما تحدث الجميع عن تغييرات قد تكون في تعداد المدرب الوطني اليوم؟ لانه الجميع ربما ينظر للمباراه سهله، وهناك من يتحدث عن منح فرصه للاعبين اخرين رغم ان المنتخب لم يتاهل، وبالتالي فهل انت من انصار انه المدرب سيغير التعداد ويمنح فرصه للاعبين، ام سيحافظ على الفريق الذي يفوز حتى يضمن التاهل وبعدها يكون حديث حول تغييرات محتمله؟ نعم، ما نظنش في هذا المستوى. عندك هدف تحققه، الاستقرار ديما كان عامل فعال، ونظن راح يستقر على النواه الاساسيه اللي موجوده في المنتخب. بالك لعاب اثنين شفنا نوعا ما بالفضيل يعني المنصب اللي يلعب فيه ما يتطابقش مع المواصفات نتاعو، ما راهوش هو مهاجم صريح كيما سليماني. نظن سليماني ولا كان ما راهوش مصاب هو اللي راح يلعب. من جانب اخر شفنا انه الكره ما كانش تخرج بسرعه في المباراه اللي مشات، كان يعني بطء نوعا ما، اللاعبين جراو كثير بالكره، يا ربما هذا راجع لصعوبه الميدان اللي ما خلاتش يعني في الترويض وحتى في التمريره. ولكن عموما نظن راح يلعب بنفس التشكيله الا لعاب ولا اثنين، لانه ما عندكش حق يعني باش تغامر في مباراه اللي مازال ما كسبتهاش، والرهان مهم
وزيد النتيجه اللي كسبناها راه راح نزيدوا ندعموها اليوم، كان في تسجيل الاهداف، كان في المردود الطيب، وكان في تحسين المرتبه نتاعنا بالنسبه للتصنيف الفيفا. طبعا الفريق الوطني بتسع نقاط هو احسن منتخبات كل المجموعات الى حد الان. عفوا، النتائج منذ مجيء هذا الناخب الجديد تسير في طريق جيد بثلاث انتصارات دون شك، يعني هذه السيرورة ينبغي أن تتواصل مع الفريق الوطني الذي الآن أصبح ربما هو مطلب كل المنتخبات الإفريقية للإطاحة به. هي ضروري الأهداف هي اللي تفرض عليك أنه يكون عندك سلوك جديد، والسلوك الجديد أنه تبحث عن الأحسن. اليوم فريقنا منتخبنا يعني كسب شخصية ثقة كبيرة خاصة بعد دورة كأس العالم. اليوم الناس راهي تشوف الفوق، تربح كأس إفريقيا، يعني لازم تتصدر الكرة الإفريقية، لأن اليوم هذا لا جينيراسيون هذه اللي عندنا تخلينا أنه تطمح للأحسن. أكيد حاجة ما راهي سهلة، لازم ديما يكونوا جيعانين كما احنا نقولوا باش يلحقوا لهذ الأهداف هذه. ونظن كاين كل الشعب راه وراء هذا المنتخب هذا اللي يمثلنا، سي نوتر ايدونتيتي على الاكستيريور كون ريغيونا، يعني هذا راح يخلي انه الناخب الوطني يبحث الان على حوافز اخرى ميدانيه تقنيه، كان في تسجيل اهداف، كان قاعد في الصداره، قال ناخذ بعين الاعتبار المنافس هذا. وزيد نتكلم على التوافق الحركي الجماعي المقصود، نهضروا على لي زوتوماتيزم، سي لوكازيون وين اللاعبين يزيدوا يدعموا الشيء هذا، المكسب اللي كسبوه من قبل، ويزيدوا يدعموه في الميدان مستقبلا. وبالتاكيد ان منتخب مالاوي ولو كلمه حول المنتخب، يعني رغم ان طموحاته ايضا في البقاء في السباق لم تنتهي بعد، لكن اذا المنتخب الوطني لعب بنفس الصرامه بنفس العزيمه لا نتوقع ان يكون ربما حاجز اليوم في امام المنتخب لضمان التاهل رسميا ولو بنتيجه ضئيله. شوف الرياضه في هذا المستوى اخي عبد الغني ما لازمش يكون عندك قناعه، ابحث ديما على الاول احسن، لانه ما تعرفش الحدود نتاعك وين قادره توصل. شكون اللي كان يقول انه نخرجوا مع المانيا في الوقت بدا في الوقت الاضافي بهدفين مقابل هدف، ونعلم انه فريق المانيا هو اللي ادى كاس العالم. المباراه هذيك الكل كان يقول انه منتخبنا كان قادر يفوز. اليوم صباح هذا هو الحافز ولا الحوافز اللي المفروض يبحثوا عليها اللاعبين، اللي احنا عندنا معدل العمر يعني قادرين نلعبوا زوج كؤوس عالميه يعني متتاليه 2018 و2022 بنفس التعداد تقريبا، يعني بنسبه مئويه كبيره. ولكن من جانب اخر كل عبد الغني ما فيش مباراه سهله، والملاوي راه يتعلم معنا. ملاوي هو عارف ودارك، حتى وخسر بنتيجه ثقيله في ملاوي يقول كان خسرت مع احسن منتخب حاليا في افريقيا اللي يضم لاعبين كبار على مستوى عالي، والمقارنه يعني ما عندهاش مكانها حاليا بين الشيء اللي عندنا واللي عنده الملاوي. ولكن حقيقه الميدان كره القدم في حقيقه واحده اللي تندار فوق الميدان، ولما تحب تفرض روحك ضروري تحضر روحك بكل جديه ويكون انضباط كبير وتركيز على مستوى عالي. هل تتوقع اذا ان يلعب غوركيف ببولحي اكيد في الحراسه بغلام ومندي بحليش ومجاني ببن طلب وايضا الاحسن وابراهيمي في غولي وكذلك محرز وسليماني؟ يا ربما هذا، وانا شخصيا هذا رايي الخاص، نتمنى انه يكون بالفضيل سليماني كراس حربه فيه تكامل كبير، لانه لما تبحث على الهيكل الاساسي القاعدي لازم تبحث على التوازن الخطوطي والتكامل بين المناصب. اما بالنسبه لابراهيمي، ابراهيمي في بورتو عنده حواس يلعب على الجهه اليسرى، يحب يمشي بالكره، يمد عمق للهجومات. نظن انا فاغولي مع حتى في الربعه 4-2، لانه الشكل اللي يلعب به مثلا فريق المالاوي على شكل معين. اون لوزونج لعب لي ميليو تيرا، حنا بار كونتر لا، كاين زوج على لي كوتي، دو زانيماتور. وبالفضيله انا نظن لما يكون يجي من وراء نافيدمي مع سليماني نقدر قادرين نلقاو اكثر توازن في التنشيط الهجومي. طبعا المباراه ستلعب بالبليده، هذا الملعب الذي لم ينهزم فوق المنتخب الوطني منذ سنوات طويله، حقق كل انجازاته في هذا الملعب تشاكير، تاهل المونديال الى الكان، تعود على جمهور من ذهب في هذا الملعب. الملاحظ منذ المباراه السابقه وايضا مباراه امس عدم إقبال كبير على شراء تذاكر المقابلة، ولو أنه عند انطلاق المقابلة يكون هناك جمهور. عموما، ما هي الرسالة التي ينبغي أن تكون عند الجمهور اليوم في هذه المباراة الهامة؟ شوف، أنا بين بالك الأشياء اللي خلات اللاعبين تاعنا الجزائريين اللي زادوا في الخارج وتربوا في الخارج وتعلموا الكرة في الخارج، أنه لما يشوفوا متعلقين بالبلد، أنا نظن باللي من الأشياء اللي حفزتهم
هذا التوافد الجماهيري الكبير وعشق الكره بالنسبه للشعب الجزائري نظن ضروري اليوم. بعد انت انا كلاعب لما نكون داخل الميدان كسبت 9 نقاط على 9 ومثلت الرايه كما لازم الحال، لما نلعب داخل بلدي ضروري نشوف انا الجمهور نتاعنا يكون متوافد يعني بصفه كبيره، لانه روح المنتخب هو الجمهور. الشيء اللي اكدنا حتى في البرازيل يعني كنا بين منتخبات القلائل اللي جمهورها مشى معها حتى البرازيل، وشفنا حنايا الجرعه اللي مدتها هذا مدها الجمهور هذا للمنتخب بعد مباراه بلجيكا. انا نظن ضروري الجمهور يكون بكثره، لانه اللاعبين هذا راح يكونوا تقريبا طيل 6 سنوات 7 سنوات، ولازم يكون هاد لا كومبليسيتي بين لو بوبليك وكما داروا مع المالي. حتى يعني والاهداف تسجلت، يعني باش نعطي برك بعض الامور، من 5 اهداف اللي سجلناها سجلنا 3 اهداف او 4 اهداف في الربع ساعه الاخيره من كل شوط، مما يبين لو الجمهور ما يكونش وراك وما يساندكش انت ما تكونش عندك هذيك الشخصيه باش تعود ترجع وتفرض روحك. مهم انه الجمهور يكون موجود وبكثافه. بكثافه، ولكن باختصار ايضا سيد عبد الكريم بيرا ايضا بايجابيه كذلك، الجمهور مطالب ان يكون ايجابي، ان يقف الى جانب المنتخب الوطني، يتحلى بالروح الرياضيه، ان يتفادى الاشياء التي تضر بالمنتخب بطبيعه الحال. دائما هذه الرساله على باس نذكر بها. اذا اردنا باش نحتل الرياضه في افريقيا لازم نحتلها في كل جوانب، كان بالنسبه للفير بلاي، كان بالنسبه للجمهور، كان بالنسبه للاعبين. نظن كره القدم هي فرجه قبل كلش ومتعه. نعم، وعدم طبعا اشعال المفرقعات ان صح التعبير او رمي اشياء الى الملعب التي قد تضر بالمنتخب الذي هو كما تعرف مهدد من طرف ضروري ضروري يكون التزام وانضباط من الجميع، حتى الجمهور ضروري يلتزم بالشيء اللي تكلمت عليه الفيفا والعقوبات اللي قادره تكون عند اي منتخب، وهذا مهم. نعم، وأذكر في الأخير بأن المباراة سيديرها حكم من السودان الشقيق الحاكم الحسين الفضيل. سيد عبد الكريم بيرا، شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة الحضور معنا. شكرا على وجودك.